صاح النبي لولد عنده بالبيت اسمه حسين: ولدي حسين تعال. لما سمعت سكينة الله أكبر صاحت: وأباه وحسينة. المرأة سكتت. زينب قالت: أكملي، لا عليك، أكملي أكملي. قالت: فقال له: ولدي حسين هاي مريضة وقصدتنا، فضع يدك على بدنها واطلب من الله أن يشفيها. تقول: والله ما إن وضع الحسين يده على بدني حتى شعرت بأن المرض قد ارتفع من جسدي، فأخبرت والدي فقبلني وقبل الحسين. وما أنسى ذلك المشهد، وأخبر رسول الله وشكر النبي وقال: يا رسول الله اسمح لي أن أكافئ الحسين، هاي بنتي شفاها الله، اسمح لي أن أكافئ الحسين. النبي قال: وبماذا تكافئ الحسين؟ قال: بأي شيء، أنا تاجر غني وعندي أموال وحاضر لأي شيء والله يا رسول الله. النبي قال لأبي: المرأة تسولف لزينب بالشام وهم سبايا، اتقلها. فقال النبي لأبي: إذا أردت أن تكافئ الحسين فانظر للحسين نظرا. قلت: يا رسول الله. قال: يا رسول الله وماذا أنظر للحسين؟ قال: انظروا أنكم تطعمون سبايا يمرون عليكم في بلاد الشام. الله أكبر. زينب عند ذلك نظرت إليها، قالت: إذن هذا الطعام نذر للحسين من ذاك الوقت؟ قالت: من ذاك الوقت والله. قالت زينب: أمت الله، هل ما زلت تذكرين شكل الحسين؟ قالت: نعم. وجه الحسين؟ قالت: نعم. أتحبين رؤية الحسين الآن؟ الشامية تفاجأت، قالت: وكيف أرى الحسين؟ قالت: أتحبين أن تري الحسين؟ قالت: نعم. قالت: أمت الله، انظري هناك هناك هناك. أشارت زينب، المرأة راحت بنظرها، وإذا رأس الحسين على رأس القناة. صاحت المرأة: أيوا حسينا وسيدا. إي والله هذا رأس الحسين، والشيب مخضب بالدماء. الله أكبر. تقل: إذا كان هذا الحسين فهؤلاء من وأنت من؟ زينب تقول: هذه سكينة، هذه رقية، هاي الرباب، هاي فلانة بنت الحسين، هاي فلانة زوجة الحسين. الله أكبر. وأنتي تقولها: من أنت؟ أنت كأنك زعيمة هؤلاء. تقولها: أنا زينب، أنا زينب اللي يحجون عني. أويلي على قلبك يا موالي، أشوف الدمعة راحت، راحت من عينك. أي والله مرحومة عبرتك. تقول: أنا زينب، أنا زينب اللي يحجون عني، والله عني يا سليت المصايب ما سلني، والله وحدايا تفرد وحدك تثني، اي نزلا على عيوني وعمني. الله اكبر. واكمل الطريق وضعهم يزيد بن معاوية في خربة، الخربة لا سقف لها، ارضها من تراب ما بيها ابواب، يعني النساء لما يجلسون بالخربة مثل اللي جالسات بالشارع. سود الله وجهك يا يزيد، هؤلاء بنات رسول الله. اجلس رقية وباقي النساء بالخربة، كانت طفلة صغيرة للحسين اسمها رقية، لها من العمر 3 سنوات. هاي الطفلة ماتت أمها أم إسحاق عند ولادتها، فعاشت متعلقة بأبيها، وزينب هي التي ترعاها. والآن صارت بلا أم وبلا أب، فزينب تحوطها. هاي الطفلة طوال الليل تبكي تريد أباها الحسين: عمتي زينب أين أبي الحسين يا عم؟ زينب سكتتها، هدأتها، نيمتها، نامت بالخربة، صنعت وسائد من التراب للأطفال. هاي الطفلة 3 سنوات نايمة، هاي الطفلة رأسها على تراب. انت عندك طفلة، عندك بنت مدللة، تصور امام عينك نايمة على تراب بدل الوسادة الناعمة. نيمتها زينب ونيمت الأطفال، وبقيت طوال الليل تحرس اليتامى. وإذا بوسط الليل والهدوء تسمع أنين في
في الخربة وبكاء. أقبلت زينب تبحث من الذي يبكي، وإذا رقية جالسة وتصيح بويا بويا. الله أكبر، ما الذي أيقظك يا بنية؟ قالت عمتي زينب أين ذهب أبي الحسين؟ الساعة كان عندي. علمت زينب أن رقية رأت أباها في منامها، نظرت إليها طفلة باكية طوال الليل، طفلة عيونها حمر من كثرة البكاء. أولي على قلبها يا والله ضيمة يا والدي، والله ضيمة والله ضيمة يا والدي والله ضيمة، أنا صير من صغريتي أني أثار الأبو يا ناس خيمة خيمة. إذا بيننا أيتام أو يتيمة وتبكي صبروها احضنوها، اليتم صعب يا جماعة، بعضنا جرب اليتم ويعرف صعوبة اليتيم. تقول لي يا بأثار الأبو يا ناس خيمة، على بناته وحريمه. نعم، عند ذلك استيقظ الأطفال لبكائها. وصل الخبر إلى بيت اللعين يزيد، قال ما بالها؟ قالوا طفلة للحسين يقال لها رقية، لها من العمر 3 سنوات تبكي تريد رؤية أبيها. قال اللعين ائتها برأس أبيها لعلها تتسلى به. وضعوا رأس الحسين على طبق. بعد لا تسمعني، إنما انظر بعين القالب ترى رأس الحسين على طبق. وضعوا رأس الحسين على طبق وغطوه بمنديل وأقبلوا به نحو الخربة. حراس 2 ومعهم سراج وصلوا إلى الخربة، والخربة مظلمة، رقية جالسة في آخر الخربة والأطفال جالسين يبكون لبكائها، زينب واقفة تنظر وباقي النساء. وصلوا بطبق مغطى، شوف رقية البريئة الطيبة بنت الحسين. قالت عم زينب، عم زينب أنا ما طلبت طعاما يا ابنة علي، أنا ما أريد طعام، ما قلت لهم جوعان حتى جابوا لي طبق الطعام، أنا ما طلبت طعاما يا ابنة علي، أنا طلبت أبي الحسين. قالت لها زينب حبيبتي مقصودك في هذا الطبق؟ وضعوا الطبق بين يديها، حالة من الصمت والهدوء، وضعوا الطبق بين يديها مغطى بمنديل. هاي الطفلة جالسة تنظر، ما العلاقة بين طلبها وبين الطبق؟ طلبت أباها، لماذا جاءوها بطبق مغطى؟ مدت يدها، الله أكبر، هاي لحظات حساسة، مدت يدها، هاي اليد الناعمة بنت 3 سنوات، مدت يدها وأخذت المنديل. هو إذا هو برأس المولى أبي عبد الله بين يديها. يا حسين يا حسين يا حسين. وإذا يا برقية شافت رأس مقطوع، ما تصورت أن يكون رأس أبيها. التفتت إلى عمتها وقالت عمتي زينب مالي ولهذا الرأس عم؟ أنا طلبت أبي الحسين، لماذا جاءوني برأس مقطوع؟ لما رأت زينب رأس الحسين قالت حبيبتي رقية هذا رأس أبيك الحسين.
علمت رقية تعال شوف ايش سوت على الرأس. هذا رأس أبويا الحسين، يعني أبويا قتيل، انكبت على الرأس تتأمل رأس الحسين، تقول له أبتاه من الذي قطع وتينك يا أبويا؟ أبويا من الذي خضب لحيتك الشريفة بدمك؟ وتعرف عندها أوجاع وآلام، لأن بكربلاء شرموا أذنها وأخذوا الحلقة من أذنها، ضربوها بصوت على متنها، انحنت حتى صارت على مستوى عيني رأس الحسين، وقالت أبتا انظر إلى متني المجروح يا ويلي. والله قصة أرويها إلك فيها أذية عن طفولة كربلاء الطفلة رقية، قصة أرويها إلك فيها أذية عن طفولة كربلاء الطفلة رقية، وبالخرابة صيح يا با، بالخرابة صيح يا با، وعلى راسي حسين ماتت يا هضيمة. تسمعني يا موالي، نامت على وسادة الطروب ذاك المساء، تحلم تشوف الأبو وميت ومستأنسة. يلا اسمعني يا موالي، نامت على وسادة الطروب ذاك المساء، تحلم تشوف الأبو ومستأنسة. الله أكبر. بعد يا رقية فزت تدير النظر، لأن كانت نايمة وقعدت، فزت تدير النظر متوجسة، يا عمة تصرخ وين أبويا وألمسة. تالي شافت بالحلم هي رقية، رقية تالي شافت بالحلم تحضن أبوها، تالي شافت بالحلم تحضن أبوها، تبجي تسأل عن وليها وجاوبوها، نامي نامي حسين دامي، نامي نامي حسين دامي، وعلى جسمي وعلى راسي حسين ماتت يا هضيمة. اسمع الشاعر ما بيقول بعيد، جابه والراس بطشيط ومغطى جان، فزت تشوف الذي به الأمان، هذا راسك قل لي كلك حنان يا ابويا يا ابويا يا ابويا، هذا راسك قل لي كلك حنان، وان غايب عني صاير لك زمان، من قطاع راسك يا ابويا وصوبه على رقية، من قطاع راسك يا ابويا وصوبك، ومنه يا الغالي، منه يا الغالي بدمائك خضبك، حين شافت فوق ماتت، حين شافت فوق
ماتت وعلى راسي حسين ماتت يا عظيمة وضعت فمها على فم الراس يلا آخر مشهد وضعت فمها على فم الراس ثم قالت أبا 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 آخر كلمة قالتها أبتاه ليتني كنت قبل هذا اليوم عمياء ولم أرى شيبك مخضوبا بدمك ثم سكتت رقية سقط الرأس من يدها سقطت إلى ناحية زينب أومأت إلى النساء أن اسكتنا وانصتنا إن حبيبتي رقية نام يلا خلوها نايمة خلوها هادئة لأن إذا استيقظت تعود إلى البكاء ما مضت إلا ساعة وإذا بالإمام زين العابدين قد أقبل نادى عمتي زينب ارفعي رقي عن رأس والد الحسين قالت يا ابن أخي دعها نائمة دعها تعبانة إذا استيقظت تعود إلى البكاء قال عم نحها نحها أقبلت زينب حركتها والعزاء للحسين هذه الليلة آجركم الله يا جماعة حركتها وإذا بها ميتة على رأس أبيها توجهت زينب إلى كربلاء تخاطب الحسين تقل له يا أخويا تحيرت والله بيتامى تقل له يا أخويا تحيرت والله بيتامك يا حسين ما لي حيل فرقاك والله أخويا ما لي حيل فرقاك وهكذا رقية رقية الصغيرة في الجنة من يستقبل الأطفال في الجنة خصوصا جدها رسول الله جدتها فاطمة التقت بجدتها فاطمة في الجنة الشاعر ياخذنا بمحاورة بين فاطمة ورقية يقل لغري يتيمة الغريب حسين رقية تصيح يا زهرة جدي ساقي الكوثار وأبويا ما شرب قطرة تقل لنا وايب رحلتي للطاف باسولفها يا جدة أبويا انداست ضلوعه وحرل ترابك الخدة وزينب عمتي صلات صلاة فراقة من قعدة وانا بمصاب ابويا حسين من قلب انتهى صبرة تقل له سولف للابو عنك يا جدة مو انت جدة الزهراء ابويا كان يحكي لي عنك يا فاطمة سولف للابو عنك يا جدة وخدك الملطوم وخده مثلك تورم وصدرة تهشم بجسمة تغسل بالدموم مظلوم انت يم حسين وحسينش بعد مظلوم بالباب انكسر صدريش وبالخيل انكسر صدره تقل لأبوك الهادي يا جدة النبي النبي أبوك الهادي يا جدة عد ما قرب انزاع بكلامة سرك وضميش لصدر بساعة وداع واني بوداع أبو يحسين سمعت تكسر ضلاع أبويا شلون يحضني والمثلث خرق صدره تقل لأبوك الهادي تكفن وأبويا حسين جسما داس أبوك راسه ما فصلو أمامش وكسره ولدراس واني لما بغيت حسين جابوا للطشط والراس أبوك بماي تغسيله وأبويا غسل دم نحره
حسين يا حسين حسين. ارفع لي ايدك وصوتك احسن. حسين كل الناس جاهدكم اعطيهم صوتك. شباب في كندا راسلوني، شبابنا في كندا نصبوا الشاشات على مجلسكم، شبابنا في الصوانة، شبابنا في كثير من المناطق، في بدياس أيضا كلهم ناصبين الشاشات يشوفوكم. فبصوت واحد حسين يا حسين حسين يا. بعد مرة إلهي بالحسين.